السلام عليكم البنات، صحيتو؟ واش راكم؟ واش هو اللي يخلي ماكلتي بنينه بلا لحم بلا دجاج؟ هو راس الحانوت تاع النوده اللي دوغ ماكلتي. يقول لي واش هي هذه؟ هيا نروحو مكونات، معناها كل عندنا كزبر، كمون اخضر، نجمه الارض، ينسون تعين دقدقه باك تراولهاش، بسبس، فلفل احمر، الرند اللي هو ورق الغار، فلفل الكحل من افضل حب، زريعة الخردل، عود قرفة، الهيل، حب الطيب، جوز الطيب، والقرنفل اللي هو الطيب. روحوا للطريقة. على نار هادية جدا، هادية، غنمك لا تحرقوا الحوايج، راح نحمصوا حوايجنا. جوز الطيب تتفتح، ما قبل ما تشروها شكشكوها في ودنكم، اذا سمعتوا صوتها عرفوها بلي راهي حيه، كما سمعتوا الصوت عرفوها ميتة، حطوها هزوا حبه واحده اخرى. قشره تطيش ما نحتاجوهاش، نحطوا الحبه في المقله. فلفل الاكحل نحوه ابار مادامو مرحي، كون جا عندكم حب ديروا حب، ما كانش حب ديروا، انا هذا اللي متوفر عندي. كلش يتحمص على نار هاديه، هذا هو السر التوابل الهندية. هذا كل راهم عندنا حنايا. القرفة حقة غير نظفوها مليح وافتحوها، شوفوا واش كاين وده واش كاين ده. انا خطرة مرة بالزهر برك مش عارفة حتى نفتح، فتحت ونلقى مخلوق، واحد المخلوقة عايشة ثم ميتة، عاشت ثم ماتت ثم ودفنت ثم. المهم نحيتها، مسحتها وطيبت هاد القرفة تاعي، نظفوها مليح كاش ما تلقاو فيها غبن. كان لي يغسل، انا حق ما غسلتش صراحة، غربلت ونقيت وخلاص، الغسيل ما غسلتش، كنا نبقى نغسل ما عادش تفرى. الرند تاني عطيتو مسحة، خاطر ساعات تلقيه ورقات معمرين غبرة، عطيتو مسحة ما قبل ما نستعملو. على نار هادية وسيسهم شوية شوية بالعقل عليهم، وما كان لها تقوي للنار تحرقيهم، بعد ولي ما جانيش بنين تطلع لك ريحة الحراق. هي المفروض هنايا تحطوا الحوايج الكبيره وحدهم، اللي هي القرفه وجوز الطيب ونجمه الارض هذيك والرند، وتحطوا الحوايج رقيقه وحدهم. انا غير باش تسهل لكم مهمه، وتشوفوا حطيت كلش مع بعضها قبل. هذه كونتيتي درتها غير على جالكم باش تشوفوها، خاطرها انا قبل الخاتمه كونتيتي كبيره وحطيتها بجهه. كي خدمتها طيبت الحوايج رقيقه وحدها، اللي هي كزبر وكمون وبسبس وزريعة الخردل، درتهم وحدهم. كي طابوا وليت لقيت بالحوايج الكبيره حمصتهم وحدهم. من اليوم خلاص نعود نهضر بفهم المليان، كي نقولكم غرام مساله غرام مساله، كي نقولكم ديروه في تيابكم سياني ديروه في تيابكم. بخصي كنت ميته بالحشمه، كل فيديو نقولكم ايه غرام مساله، كاش نهار نلقى منه فيديو. خلاص درك منه هكا، ارجعوا الفيديو الفلاني، الفيديو تحت صندوق الوصف ونحطه لكم في الفيديوهات مقترحه. طيبوه يعني طيبوه كلش، حنا نتحمص بصح كيما قلت لكم راكم تشموا ريحه اللي دارت ما با 5 دقائق، تشموا ريحه التحماص، حاجه بدات تطيب وبداو يحمروا شوي. نحيتهم ولقيت بلي هادو مازالوا ما طابوليش، مش ما طابوليش، مازالوا ما تحمروش، عاودت رجعتهم. كما قلت لكم نتوما من نوع هكا، اذا ديروا كونتيتي حتى مش ديروا كونتيتي كبيره، ديروا حوايج دقيقه وحدها والحوايج الكبيره وحدها. نجمه الارض مفروض راكم كنت تشوفوها، مفروض كل نجمه مريقله وحدها، النجوم كل فضولي كلهم دقدقوا. درت قيمه المكونات راح تلقاوها في صندوق الوصف تحت الفيديو، وراح نكتبها لكم اصلا في الفيديو اون كاسبانيون. ولا انا حافظين عقلي، انا كل كي حاسه بكم، انا حاسه بكم. هنا فلفله نلقاها طابت من جهه، تحمرت مش طابت يعني، نحيتها حتى دي نحيتها، الباقي كما حمصين خطره مازال ما طلعت ليش ريحتهم، ما ريحتهم بعد تطلع. سر التوابل الهنديه ما عندهمش غير هذا بركوما، كي حنا عندنا غير راس الحانوت هذاك واش نعرفو، ابا راس حانوت ما نعرفو والو، راس حانوت جنبو زيدوش نعرفو، كاش ما كاين التوابل تاع فلفل الكحل ولا منش عارفو شي تاع حوايج البيضاء ولا كمون،
جمعت الدبارة ولا فاش ديروا الكمون الحوت هذا فاش ديروا باقي يعني عارفة كلكم راس حانوت ديروا في الماكل الكل في الروز في اللوبيا في العدس في ال ايه حق هذا طيب و وش نقولكم ما كلتو كي دار في ال وما تكثرش منه ديروه شوية برك راح نعطيكم الكيل بعد في كل غوسات كيما شايفين من قبل مثلا بورما تاع 3 عباد ربعة نص مغرف قهوة تكفي فوق مش كيما حنا مغرف ماكلة تاع راس الحانوت جربوه 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 ونستنى رايكم تقولولي وش بنتو جماعة اللي ماكلة الاكل الهندي من قبل راح تكون ماكلتكم كيما الاكل الهندي اللي كيتوه من قبل اذا كنتو كيتو في لي غوستو هندية من قبل براس الحانوت هذا مش راس حانوت سموه غرام مسالا اللي هي وش معناها توابل حارة وما عندهمش النوع هذا انا هذا النوع اللي خدمته انايا اللي كثير الاستعمال في ماكلتهم اكل عندهم انواع واحد اخرى ما واش ندير واش نخلي كلش طاب للرحايه حاجه واحده انا رحايتي راهي متهليه فيها مش قال لك روبو روبو تروحي تحكري تحطي له كلش هذا الحوايج اليابسه نهرسهم ساعة في المهراس ربواتي ربوات ولا ربوات ماما متهليه فيهم دايره مكلبيات دقدق هذو الحوايج اللي هما يابسين خطره كي جربت نرحيم خطره في الاخر حسيتو الضر بعد بدا يعيط وليت نحيتهم وهرستهم تهلاو في الربو اللي عندكم مش ربو رحايه تاع القهوه تهلاو فيها تهلاو فيها تهلاو فيها غير ما كان لا تحرقوها ولا تفرسيوها كيف تهرست هذوك كلش دوكا في الرحايه اللي واجدين تخلوهم يبردوا حقه هذا وين تفكرت ديهم سخونين تخلوهم يبردوا كلش مع بعضها في الرحاية والترحة هذا اللي هرسه من قبل وفي الفلاحة في الفلاحة كما قلت لكم اذا عندكم حب ديروا حب حمصوه ما كانش حب انا ما عنديش ديروا اذا عندكم الكولون ولا عندكم مشكل مع في الفلاحة تقدروا تبيتيو بس ماذا بيكم تتبعوا الوصفة كما راهي مع انها كاين قداش من الوصفة جربت قبل واحدة جربت قبل واحدة عندي سنين ملي درتها كنت طيب بها الراوس تقريبا نفس البنة هذيك درتها ولا دوك مازال عندي في الجوندا وبعد من وراها شريت ساجي كي خرجت برا ما عدناش انا برا خرجت زاير واللي شريته قعد لي 3 سنين ولا ما حبش يفض دوك دقة صغيرة ما بقى 50 غرام بس طولت معايا خاطر ديري غير بشوية ومن بعد كي فضلي عاود خدمتو نفس البنة غير ما كان لا تقولوا لي خاطر كاين جماعة عندهم اعتقاد ماكلة الهندي يعني التوابل الخاصة ما عندهم لا توابل خاصة لا والو اللي عندهم عندنا حاجة واحدة خاصة اللي عندهم احنا ما عندناش الهيل عندهم نوع واحد اخر اكحل وما يستعملوهش ديما ما يطيبوش به ديما يخدموا به راس حانوت انواع راس حانوت تاعهم وعندهم المانجو اليابسة المانجا الفاكهة هذيك اليابسة ثاني يطيبوا بها وعندهم الرمان ثاني اليابس يطيبوا به مش يطيبوا به يخمو به نوع تاع راس الحانوت هذا وش كان ثاني الاخر كان حاجه بك ما هما عند احنا ما عندناش 3 حوايج ولا 4 ماكسيموم هي اوراق الكاري اوراق هذيك اوراق بعد سبيسيال كاري الكميه اللي جاتني تكفيكم فور تكفيكم فور طول لكم جاتني قدر منش عارفه قدر يدي وخلصنا وتهلاو تخدموه وتطيبوا بيه وتعطوني رايكم سلام البنات.